How are you my friend? كنتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم فيديو جديد في قناة سناء بيوتي. قبل ما نبداو اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا الجرس باش اي جديد كنحطو يوصل لكم. اليوم نوريكم طريقة تحضير سباكيتي. انا عارفة باللي كلشي كيعرف اي طيبة، ولكن هالطريقة اذا كنتو مزروبين تقدروا تحضروها في دقائق. انا شفتها في اليوتيوب وعجبتني وقررت نجربها ونشاركها معكم. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. ما عرفتش واش الطريقه كيقولوا تركيه، ولكن ما عرفتش. المهم الطريقه سهل وعجبتني وايضا كتجي لذيذه. كما كتشوفوا حطيت هنايا سباكيتي في الوسط وقطعت الفلفل الاخضر والبصل. ثم اي خضره ما كتعجبكم شي يمكن تستغناو عليها. كما قلت لكم اي خضره ما كتعجبكم شي يمكن لكم تستغناو عليها. انا استعملت هنا الفلفل والبصل ومطيشه، وثم يمكن لكم تستغناو على شي حاجه من هادو. ها الطريقه شحال وانا كنشوفها في اليوتيوب وكنشوفها في مواقع التواصل، واليوم قلت والله تنجربها ونشوفها كيفاش كتصدق. كيف ما كتشوفوا انا حطيت الخضره ديالنا كامله. دابا غنمشيو نضيفوا عليها توابل. اول شيء غادي نضيف عليها هنايا الزيت. خلطت انا مع شويه ديال الزيت، زيت والديه وزيت الرميه حتى كيعطي مذاق هائل. ثم ضيفوا بالنسبه للتوابل ضيفوا الكميه على حسب الخضروات اللي عندكم. من بعد غادي نضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس بهذه الطريقه، وغادي نضيف ايضا شويه ديال الصحتر. من بعد ما ضفت الصحصه عندي شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملح. المهم بالنسبه للعطريه راه هي اللي كتعطيها اللذه. وكنضيف عليا واحد كلور ديال السمن حتى هو راه كيعطي واحد المذاق عاوتاني رائع. وضفت الهريسه حيت كتعجبني انا، وكاين اللي ما كيعجبوش الحار ما يضيفوش. من بعد غادي نضيف عليها الماء. المهم على حسب ما نعمروهاش بزاف، موين وصافي على حسب الخضروات ديالنا. وسباكيتي السباكيتي ديالنا بدات كطيب. انا حركتها مع ديك الخضره باش تدخل فيها داك الشيء كيف ما كتشوف. اخر خطوه غادي نضيف لاصوص طوماط، وهكذا غنكون وصلين الوصفه اليوم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى تجربوا حتى نتوما. وكنشكركم على الدعم ديالكم على الكومونتير اللي كتخليو لي. شكرا بزاف. باي باي.